صبح بالخير كل المشاهدين وأطلالة يوم جديد لبرنامج على المصباح. أول شيء أنا اشتقت لكم كتير، تاني شيء رح نقضي نهار سوا غير شكل. يوم الجمعة كمان هيك استثنائيا منختم تقريبا أبكر شوي لنقل وقع صلاة الجمعة. نحن وياكم على طول بتواصل دائم بكل فقراتنا وبكل ضيوفنا. هالبرنامج جاهز لكم، رقم الواتساب 03-010-533. بعض الأمور بالحياة لازم ما نشيلها أبدا من راسنا، لترفقنا مثل خيالنا، ضروري ضروري لنحسن حياتنا ونكون بطريقة أفضل عم نأدي خلال النهار وتكون انتاجيتنا أفضل والإيجابية دائما موجودة بحياتنا. شو هني هالأمور؟ أول شيء لازم تعرف 100% إنه الماضي ما فيك تغيره. ما حدا يشتغل ويقول إنه أنا بدي أغير الماضي، الماضي راح خلاص. خليك باللحظة اللي أنت عايش فيها، انبسط باللحظة اللي أنت عايش فيها، وإذا عندك مشكلة حلها باللحظة اللي أنت عايش فيها لتكون اللحظات اللي جاية أفضل. الآراء بالحياة يلي بتاخدها من العالم واللي أنت بتعطيها ما بتشرح الواقع. مش دايما آراءك وتفكيرك واللي عم تفكر فيه هو بيشرح الواقع. فيك إنه تكون أنت رأيك شيء والواقع يختلف كليا، ولازم تتماشى وتقرب من أراءك للواقع اللي أنت عايش فيه لتكون بشكل أفضل. لكل شخص عنده يوميات بتختلف عن التاني، يعني ما نطلع على غيرنا شو عنده، على غيرنا شو عم يعمل، كيف عم بيروح على الشغل، نضلنا مركزين على شخص. أنت هلأ بتروح، أنت هلأ بتجي، أنت بهالساعة بتشتغل، أنت بهالساعة بترتاح، أنت بتتسلى، أنت بتسافر، أنت عندك سيارة. كل واحد عنده غراضه، كل واحد يهتم بشؤونه الخاصة. ما تحكم على العالم وأراء الناس تشرح نفسها بالكامل. يعني أنت ما عليك أبدا أنك تحكم على العالم، يصطف الكل واحد ربنا هو اللي بحاسبه. ما عليك تحكم على العالم من خلال بعض الأمور اللي بيعملوها بالحياة، هن حرين بحياتهم. أنت شوف نفسك أنت. وكل شخص بيحكي على التاني وبنم، اللي هي خطية عن كل الأديان النميمة طبعا، تعرفوا أنتوا هذا الشيء، بيكون عم بيشرح نفسه، بيكون هو عنده عقدة نقص عم بيحاول يعبيها بالحكي على العالم. اتركوا العالم بحالة وخليكن بحالكن، هي أهم شيء. واللي بتحسوه أنه عم بنم عليكن بعده عنه، لأ هو من الأشخاص السلبيين. تفكير الزايد والقلق ما بيجيب وبيوصل ابدا لنتيجه، بيوصل لشغله وحده اللي هي للتعاسه. روقوا بالكم، اللي بده يصير بده يصير، عليكم تعملوا اللي عليكم وخلص، قعدوا انتم طولوا بالكم. يعني اذا عصبتوا وقمتوا واحتديتوا كذا شو رح يصير؟ ما رح يتغير شيء ابدا. السعاده ما بتلاقيها الا وين؟ مطرح واحد بداخلك، تطلع من جوا. مش انه السعادة تفتشها مع شخص اخر او تفتشها عند ناس تانيين او تفتشها ببيت تاني، ببيتك وبداخلك. اول شيء ببلش من جواتك، بعدين بتنطلق لبيتك، ومن بيتك بتنطلق لبرا السعادة. ما تفتش عليها عند حدا، انت بتقرر تكون سعيد وانت بتقرر تكون تعيس اذا ما نفذت اللي امر اللي قبل كمان اللي نصحتكم فيها. افكارك بتحدد مزاجك، من هيك خلي دائما افكارك تكون ايجابيه، لانه هي ممكن تعكر لك مزاجك. بقول واحد انا اليوم وعيت مزاجي معكر، ليش؟ لانه اول ما وعيت ما بعرف شو فكرت. ما تفكر بقصص سلبيه، خلي الايجابيه تسيطر عليك. واذا تمرنت التمارين اللي انا صرت اعطيها اشهر واشهر واشهر لورا، صدقوني انه الايجابيه بتجيب الافكار الكويسه، والافكار الكويسه المزاج الكويس. عرفوا انه الضحك بيعدي، وهيدي دائما نحكي عنها، وما ادراكم ما منافع الضحك. بيعلي المناعه، بشد عضلات الوجه، وبفيد لكثير من الامور. اضحكوا وعدوا اللي حواليكم لانه ما بتخسروا شيء، واللطافه مثل ما بتعرفوا مجانيه وما بتكلفكم شيء ابدا ابدا. حطوا ورا ظهركم، هي اهم شغله، هي مع نسيان الماضي. كبوا ورا ظهركم لانه عتلان الهم مش ما له طعمه ابدا، وانتم جايين مره على هالدنيا يا خيي، خلص حلوا صرتوا انه اهل، لانه توصلوا لمطارح ما انتم بدكم. بس فكروا بايجابيه وما تضلكم قاعدين وحاطين الهم، هي اهم شيء حتى ما توقفوا محلكم وتكملوا خطوتكم. اللي بتحكم عليه، اللي بتعمله بغيرك مين رد لك؟ ما تحكم على العالم، وكل شيء بتعمله بغيرك كله رح يرجع لك. في كارما بالموضوع، انتم بتعرفوا في منهم بيأمنوا بالكارما، في منهم بسموها كارما بس ممكن هي لا، لانه كل شيء بدك تعمله بغيرك رح يرجع لك، لانه ربنا موجود. الامور دائما بتصير افضل مع الوقت، صدقوني دائما، كل نزله
وقبالة طلعة. ما تخافوا أبدا، خلوا هالأمور ترفقكن يوميا بحياتكن، ودعولي لأنه عن جد راح بيكون نهاركن حلو وأيامكن الجاية أحلى وأحلى وإيجابية. تواصلوا معي عبر السوشيال ميديا. سألتكن سؤال، كيف بتعملوا لتحسنوا مزاجكن؟ عطونا أفكار نستفيد من أفكار بعض، هيك تقدروا كمان تفيدوا غيركن. أنتوا شو بتعملوا؟ كل واحد عنده طريقته الخاصة. رقم الواتساب 03010533، وتواصلوا معنا عبر كل السوشيال ميديا. ما قدرتوا تشوفونا لايف فيكن تشوفونا أونلاين futuretvnetwork.com. شيف صباح الخير. صباحو جوزيف، كيفك؟ اشتقنا لك. كيف مزاجك اليوم؟ منيح الحمد لله. تمام، ونحن اشتقنا لك. شو أخبارك؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. في شي جديد؟ كله بعده مثل ما هو. مثل ما هو، ما في شيء جديد. ما مثل ما هو، وما في شيء جديد هون. بلا، في شيء جديد اليوم. لا. في عنا اكلات من المطبخ المكسيكي. حلو حلو. اليوم في عنا جزيف على مكسيكو. اليوم في عنا ثلاث وصفات على مكسيكو مثل ما قلت. عنا الباذنجان المشوي مع اللبن، عنا سلطه البندوره المكسيكيه، وايضا في عنا تشيكن كاسادياس. فهن وصفاتنا لليوم. طبعا تشيكن كاسادياس رح نقدمها مع صلصتين، صلصة الجواكامولي وأيضا صلصة الكريم أو الساور كريم. قال هني جوزيف الوصفات لليوم مثل العادة مثل كل يوم. أنا بقول لك كل المشاهدين ما تنسوا الورقة والقلم لحتى أعطيكم كل المقادير. خلال الفقرات رشة ملح. ضعفان شيف؟ عفراء ولا؟ ايه عفراء، عم بضعف عفراء. شيف نرجع لك بعد شوي. نحن وياكم بالبداية دايما تحركات الكواكب وعلم الفلك مع كارمن والأبرش. صباحكم الخير. يوم الجمعة 14 أيلول سبتمبر. يوم القمر مرافقنا برج مائي برج العقرب، والجو بعده ممتاز للأبراج المائية، العقرب، السرطان، وكذلك موالي برج الحوت. كيف رح بتكون كل الأبراج؟ منبلش مع برج الحمل. بالنسبة لك اليوم مولود برج الحمل، نهار تمهيدي للنجاحات يلي معقولة تاخدها بكرة. اليوم نهار بيطلب منك انك تتعاون مع الاخرين، نهار بيطلب منك انك ما تترك الامور معلقة، يعني مش محلولة، حاول انك تلاقي حل نهائي اليوم لحتى ليش؟ لحتى بكرة تتمتع بالظروف الممتازة يلي ناطرتك. كتير من الناس اليوم بإجازة، بيطلب من مواليد برج الحمل انه يعملوا شغلهم مثل ما لازم وحسب الاصول. الزعبرة يعني اليوم ممنوعة. الأكثر حظا 24-25 أدار مارس، 5-6 نيسان أبريل. بنتقل لبرج الثور. بالنسبة لبرج الثور تعتبر من الأبراج اللي معقول اليوم ينزعوها بلحظة حلوة، بجمعة حلوة، بقعدة حلوة، أو بظرف جيد. معقول اليوم بكلمة منك، بموقف منك، بتكشيرة صغيرة منك تنزعها. فكبر عقلك مولود برج الثور، الأجواء ممتازة ناطرة منك مبادرة حلوة حلوة جيدة تجاه حالك وتجاه الآخرين. 6-7-8-9 أيار مايو بعتبرهم الأكثر حظا. بنتقل لبرج الجوزاء. بالنسبة لبرج الجوزاء ما كتير مولود برج الجوزاء تضخمة وتأزمة، لأنه الموجود اليوم، الظرف الموجود اليوم بضله أريح من الظرف يلي معقول يوصل بكرة. وكأنه مغيمة اليوم، لكن بكرة بتطوف الدنيا. هيدا فلكيا لحتى بس حطك بالجو. إذا اليوم نهار في شغل مطلوب منك بدك تشتغله. التذمر ما رح أقول ممنوع، فيك تتذمر لكن شوي شوي، وأيضا شوي شوي على الناس اللي بتحبهم، الناس من حولك، لأنه بصراحة يمكن هني بحاجة لألك ولطاقتك، لاهتمامك، لرعايتك. فحاول أنك تحضنهم وما تبعدهم عنك. 25-26-27 أيار مايو الأكثر حظا. بنتقل لبرج السرطان. مولود برج السرطان تعتبر من الأبراج الأقوى حظا اليوم. الظرف بالنسبة لك عم بيساعدك، عم بيدعمك، ينعش عندك الفرص بقوة. هيدا نهار سواء كان إجازة أو شغل فيك تعتبره نهار يجلب جو من المصالحة ومن التوافق والانسجام على مختلف الأصعدة. هيدا نهار لا يفوت. إذا أنت مثاقبة بإجازة، وظف هالحظ الحلو بأجواءك الشخصية. 11-12 تموز يوليو، وبدي أضيف عليهم جميع مواليد حزيران يونيو الأكثر حظا. بنتقل لبرج الأسد. بالنسبة لمولود برج الأسد، برجع بذكرك وبقول لك إنه ما تأزمها، ما تضخمها. بكرة رح بتكون مبسوط كتير، بكرة رح تفرح، بكرة في طمأنينة. فغلطة منك اليوم رح تندم بكرة وبتقول يا ريت طولت بالي. اليوم نهار يمكن يحمل منك ضرورة
أو استعجال لتهتم بشخص، لتساعده، تساعد أولادك بدرسهم، تهتم ببيتك إن كان عطل أعطال منزلية أو غيرها. اليوم في اهتمامات شخصية بتاخذ منك وقت وعواطف، مشاعر أيضا. بتضل 11 12 13 آب أغسطس الأكثر حظا. بنتقل لبرج العذراء. بالنسبة لبرج العذراء هيدا نهار كتير سريع الإيقاع، هيدا نهار بخلي عطلة الأسبوع تكون فعلا والعاني والعاني بطريقة ممتازة، من الأيام اللي بعتبرها حلوة نشيطة فعالة، ما بتهدى بهيدا النهار، والأكتيفيتيز النشاطات اللي بتكون رح بتكون فعالة وتعود عليك بالمنفعة، بالمنفعة مش المنفعة المصلحجية، لا، المنفعة الجيدة الحلوة، سواء بتصحيح علاقات شخصية مهنية أو اجتماعية أيضا. وبيطلع منك شغل كتير كان بالكتابة أو بشغلك شو ما كان أو بالدراسة. 25 26 آب أغسطس، 12 و13 أيلول سبتمبر بعدهم الأكثر حظا. بنتقل لبرج الميزان. مولود برج الميزان صحيح ويك اند، انت مقبل على ويك اند، لكن هالمره هيدا الويك اند بدك تنتبه من المصروف، بدك تنتبه من المشاريع، النشاطات اللي انت مدخلها على هيدا هيدي عطله الاسبوع. احتمال انه الشغل والإفور المجهود اللي عم بتحطه يمكن ما تاخد مقابيله، فكون حذر، حاول ما تكبر خطواتك، خلي خطواتك صغيرة، عقد حالك، لأنه معقول يكون في شوية ندم بعدين على تكبير هالخطوات، على تضخيم المشاريع وصرف الأموال مثلا. بتضل الأنشط 24-25 سبتمبر. بنتقل لبرج العقرب. مولود برج العقرب بتولعها أنت اليوم، قادر أنك تغير الأمور، تشيل وتحط من الأيام اللي بعتبرها ممتازة، مش جيدة، ممتازة بهيدا الشهر. مولود برج العقرب فيك تتوقع وفيك تنطر أنه الأمور تبرم برم، تقلب قلب لصالحك. الجو ممتاز لأنه بيحرك الأمور اللي كانت راكدة وعالقة، سواء كانت أمور اجتماعية أو حتى إدارية. الأكثر حظا 26 27 أكتوبر، 10 11 و12 نوفمبر. كمل مع برج القوس. مولود برج القوس نهار شبيه بامبارح، مطرح ما أنت بتبقى، هيدا إذا ما رجعت لورا وشدوك نزول. الجو اليوم بيطلب منك تهتم بحالك، تهتم بحالك نفسيا معنويا، أنت بحاجة للرعاية، بحاجة للاهتمام. صحيح مولود برج القوس منه برج عاطفي، لكن اليوم مولود برج القوس بحاجة يعرف انه 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 شخصه، انه كفاءاته، انه الطاقات اللي عنده اياها، المؤهلات ان كانت ثقافية ان كانت اكاديمية وغيرها او حتى جسدية، لانه كثير من مواليد برج القوس اشخاص كثير نشيطين وكثير ديناميكيين. كل هالطاقات اللي عندك اياها انت بحاجة انك تؤمن فيها وتدعمها. اليوم نهار لازم انت اذا ما حدا اهتم فيك انت تهتم بحالك. نهار بخيب الامال فكون حذر. بتضل المواليد شوي عندها حظ اكثر من غيرها، 10 11 و12 ديسمبر. بنتقل لبرج الجدي. بالنسبه لبرج الجدي نهار مناسب جدا لحتى تمشرع فيه، ما تقعد ما عم تعمل شيء. هذا نهار حلو وانت بتقرر شو بدك تعمل بهالنهار، وين بدك تقضي هالنهار. هيدا نهار بعتبره مناسب لمواليد برج الجدي لحتى يفرحوا، لحتى ينبسطوا، لحتى يهيصوا، وطبعا مش لحالك، بدك تكون بصحبة اشخاص، اشخاص معارف او اصدقاء او مجموعات، من الايام الجيدة جدا. الاكثر عرضة للتعب بسبب تأثيرات زحل وبلوتو هن 8 9 10 كانون الثاني يناير، وكونوا موجودين وشاركوا بالنشاطات، انتم بحاجة لكل هيدا الدعم. بنتقل لبرج الدلو. مولود برج الدلو انهار بتقول اف بدنا هالويك اند يخلص بقى، لانه تعب، ركض، اوراق، حدا عم يشتغل بعطلة الاسبوع عم بدور على اوراق، عم بيظبط ملف، فانتبه خاصة بالسواقة، اذا طالع من البيت ما معك الاوراق، اوراق الكاملة، اوراق ثبوتية وغيرها، انهار متعب متطلب، انتبه. ايضا ما تخالف القوانين وامور استشفائية اخرى. كون حذر جدا 19 ل 21 كانون الثاني يناير من السرعة ومن المشاكل. كمل مع برج الحوت. بالنسبة لبرج الحوت انهار بيخدمك
بيخدمك بيساعدك، فما تقعد مكتف ايديك، ما تنام كل نهار، لانه كل دقيقه بهذا النهار ثمينه جدا. الاجواء حلوه، الاجواء لطيفه، الاجواء داعمه، الاجواء حتى بتعطيك مفاجات ساره، فما تقعد مكتف ايديك ومتحرك. اليوم مولود الحوت وحسن حالك. الاكثر حظا 8 و9 اذار مارس. بختم مع مولود اليوم. بالنسبه لمولود اليوم، سنه سريعه الايقاع، سنه عم تركض فيها الاحداث وانت عم تركض وراها لتلحقها، واكيد بتلحقها. هيدي السنه فيها تغييرات مقبله، سواء على الموضوع الدراسي، الاقامه، السكن، او حتى بالشغل، ليش لا؟ سبتمبر، اكتوبر، ديسمبر، جانيوري وايار مايو افضل الاشهر. الى اللقاء بكره ابراج جديده، باي باي. ثانك يو لك كارمن. خلينا ناخذ بريك ومن بعدها بنكون مع هاديه وبنمرق عند الشيف بعدها.